ماما هو غدا انت لسه شوية. يوه انا جعانة قوي. انت يعني لما بابا يجي. بابا بيجي مع القمر. لسه في شمس، لسه مش جه القمر. عقبال الاكل ما يخلص هيكون القمر جه. بصوا انا عملت لكم الكشري زي ما بتحبوه من غير مكرونه. ماما ينفع تعملين مكرونه وناكله دلوقتي؟ لو فضلت تزني كده يا كريم لا هتاكله بمكرونه ولا من غير مكرونه. روح العب يلا لحد القمر ما يجي. طب ما احنا جعانين. روح العب يا كريم لحد القمر ما يجي. اثنين ثلاثة أربعة جمعة حط لا قولي حط تسلم ايدك يا حيان. ريحة الأكل جوعتنا أكتر ما أنا جعان. الشيخ عارفة ده بإنه سر باتع والله. يا ريتك رحت له من زمان. أول مرة أمك تعمل حاجة عدلة في حياتها. استني لما تبرد. خليها تاكل الاكل وهي سخنه. كلي يعني كله براحه. يا بنت قولي انت مسمومه. قولي